من أكثر الفساتين أناقة وجمالا في تاريخ الموضة إلى معرض ريو دي جانيرو والتي تسعى لتكون في قلب الخارطة الثقافية للعالم إلى تاريخ تاتيان رسام عصر النهضة. لكن لنبدأ من لندن. لندن تحتضن فن الفلامينكو القادم من إسبانيا، حيث سيستمتع الجمهور بأداء أفضل راقصي وموسيقي هذا الفن العريق في مسرح سادلر ويلز. المهرجان العاشر لفن الفلامينكو سيجمع فنانين كبار من بينهم روتشيو مولينا وفرقة الباليه من منطقة الأندلس جنوب إسبانيا. رقصة الفلامينكو وتاريخها وأهم الإيقاعات المصاحبة لها، كل ذلك سيكون متاحا للجمهور الزائر للمهرجان طيلة أسبوعين من العروض. من بالانشياغا إلى إيف سان لوغون وكريستيان ديور وجون غاليانو، هذا المعرض في فندق مدينة باريس يتطرق إلى تاريخ الحياكة الراقية وتفصيل الملابس من خلال أكثر التصميمات شهرة على الإطلاق. الأناقة الفاخرة تمتد جذورها إلى منتصف القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الوقت عدت باريس ولا تزال عاصمة للموضة واللباس الفاخر والأنيق. متحف جديد للفنون يفتتح أبوابه في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ويضم أكثر من 3000 عمل فني. المتحف الجديد جزء من مشروع يهدف إلى تحديث المدينة العريقة تحسباً للألعاب الأولمبية ودورة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في البرازيل عام 2016. أهم الأعمال الفنية المعروفة للرسام الإيطالي من عصر النهضة تيزيانو فيتشيلو المعروف باسم تيتيان تعرض حاليا في أروقة سكوديري ديل كويرنالي في العاصمة الإيطالية روما. يمكن للزائرين التعرف على أهم مراحل مسيرة تيتيان الفنية وتطورها من بداياته في الورشات الفنية في مدينة البندقية إلى أعماله الكبيرة التي تتعلق بطبقة النبلاء وملوك أوروبا.